السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بس سؤال. تفضل. أثناء عائشة يقولون إشكال مرة وماكو واحد ردهم صراحة. طيب. يقولون أكو رواية فاطمة سلام الله عليها تقول سوف أنفش شعري وأشق جيبي. معقولة رسول الله يقول هيجي كلام وهاي الرواية؟ يعني مثل ما يقولون كذا يقولون يعني يقولون حكيها إيحاء، يعني مثل هيجي شغلات شلون عائشة دخل عليها رجل. والسيدة الزهراء حينما تقول إن لم تخلوا عن ابن عمي والله لأنشرن لأتين قبر أبي ولا أنشرن شعري، صح؟ صحيح. هي يقول معقولة يعني هاي عندهم بها، هذه عندهم بها إيحاء، وعائشة تنزع ملابسها مو إيحاء، تعلم المسلمين الله أمره. جايهم صحيح يا شيخ، احنا صحيح وياك هذا. جايهم بالجواب، جايهم، لا تخاف الجواب سهل. أولا نعم، اسمع من التلفزيون، حياك الله، اسمع الله يعزك، الله يبارك فيك. صلى الله عليه وسلم صارت فيهم أزمة الشرف، أزمة الشرف. اسم الله عليكم، اسم الله عليكم من أزمة الشرف، اسم الله عليكم، اسم الله عليكم من أزمة الشرف. أولا الرواية هذه بحد ذاتها سندا فيها كلام، بحد ذاتها هي هذا المقطع فيه كلام. عموما لنقل أن الرواية صحيحة، لنقل معروف عند العرب أن المرأة تنشر الشعر وذلك تحت الخمار، يعني السيدة نساء العالمين سيدة العصمة. ما هو احنا هذا السؤال كالقاعدة القريشية اللي شقت أبو بكر وابنت عائشة، شق بالمعنى العراقي، شقتهم شق، هذا القاعدة القريشية. طبت على المخالفين لبيوتهم، دشت لهم للحمام. فنجي للقاعدة القريشية، القاعدة القريشية وش تقول؟ يقول هذا السؤال شيعي في الشأن الشيعي، فجوابه من الاعتقاد الشيعي من الكتب الشيعية. فالجواب ماذا نعتقد نحن بالسيدة الزهراء؟ نعتقد أن السيدة الزهراء عليها الصلاة والسلام منها تؤخذ العصمة للأنبياء، منها. فحينما تقول فاطمة عليها الصلاة والسلام والله لأنشرن شعري عند قبر أبي ذلك بشرطه وشروطه، ومن شرطه وشروطه ألا يرى أحد شعر سيدة نساء العالمين لأنها معصومة. فإذا فاطمة كانت تقصد نشر الشعر تحت الخمار، أي لا يراه أحد، وهذا كان معروف في عادات القبائل العربية في النساء اللاتي يندبن من مات لهن، من يعني من مستوى الأب أو الأخ أو الأم. المرأة تدخل في حزن كبير ويقولون إن فلانة بنت فلان ناشرة لشعرها، أي أنها في حزن، يعني ما تربط شعرها، مو طالعة فاتحة شعرها وتمشي مثل الحلوة عائشة تصطاد الشباب حول مكة، لا، هذا الشعر ينشر تحت الخمار، أي أنها لا تهتم لنفسها حتى يستجاب الله لدعائها. وهذا ما كانت تعنيه سيدة نساء العالمين إن صحت الرواية، لأن هذه الرواية من الكتب الشيعية، والقاعدة الشيعية تقول إن سيدة نساء العالمين فاطمة هي منها أخذت العصمة للأنبياء. فما كانت تقوله فاطمة بشرطه وشروطه، ومن شرطه وشروطه ألا تخالف سيدة الدين، الدين الذي نشرته هي في الأمة، هي في الأمة، هذا أدري بها تأذيكم صلى الله عليه وسلم، هي في الأمة، هي نشرته في الأمة. هاي شلون بعد لفل خاص، هذا ما أقدر أحكي لكم عنه، بس رح أبيك أسطركم أتوخكم. ففاطمة لا تخالف الدين الذي نشرته هي في الأمة. جيد، حياك الله أخي السائل، شكرا لك.